طيب هو انا يعني كنت من فتره كده، انا كنت ربنا رزقني بولد ببنتين ولد، نعم، فانفصلنا من بيتهم وكده واتجوزت عيا جديده وكده وكبتهم لي، وبعد كده قعدتهم معايا يعني بمرض الله والله. فكنت عايز فضيله الشيخ ينورني الطريق. الواد عاش معايا وكده، وبقيت بيوم من الايام اللي هو كان بيحاول والدتي اتجوزت انا واحده ثانيه غير مرات طبعا. ايوه ربنا رزقني بنت جديده وكده، فحاول اللي هو يكتم نفسه وكده. زوجتي قالت لي انا ما صدقتهاش يعني، كنت ظالمها. فالمهم عدى يوم الثاني قالت لي ربنا يظهر الحق وكده. فبصت لقيته بعد يومين كده، انا قايل له على غلط ما تعملش ده، عمل لي حاضر مش هعمله. كان بيبيع حاجه كده، فقلت له ما تبيعهاش يعني، ما تبيعهاش ان انت عايزه بتاخده كده، وما تبيعش حاجه. ففضيت اللي هو كان اخته بتعمل لي شاي، فحط لي بودره تراسل سم في الشاي، انا ما شربتش الشاي يعني. والدتي اللي خدت مني بق كده، وبعد كده بس يعني رجعت وكده، وكان يحصل لها يعني توفى يعني وكده، لان حط بودره سم يعني شديده السم يعني، لان طبعا المنشور بتاعها اللي هي بتاذي وبتموت يعني. فانا بفضل الله ما شربتش الشاي وكده. فجيت قلت له انت بتعمل كده ليه يعني؟ قال لي عشان انا بكرهك وانت ما بتعملنيش كويس. فكلامه مش منطقي، لان انا بقى يعني فضلته عن اي حد يعني، فضلته عن مراتي ذات نفسها اللي عايشه معايا دي، وغدرتها في يوم من الايام بسببه. طيب واخد بالك؟ ايوه سامعك. فجيت قلت له يبقى انت ما تقعدش معايا. وبصراحه ما حبيتش ان انا انفق عليه تاني، وبعت لامه يعني والبنتين معايا. قال اللي انا عملته ده حرام شرعا ولا حلال مش عارف بصراحه. ابنك كام سنه يا استاذ ابراهيم؟ 13 سنه. بس بصراحه يعني كرهت اسلوبه معايا وطريقته، كان عايز يموتني. بقول له انت كنت عايز تموتني؟ قال لي بصراحه بس مش هتكلمني. قلت له مش بكلمك ولا ضربك وعاذ الله. قام قال لي خلاص انا كنت عايز. قلت له يعني انت تستريح كده يعني؟ قال لي عشان انا عايز اروح لامي. قلت له خلاص يا عم روح عشان لامك. وقبل حضرتك اللي اكتشفته بالليل بقى مع اخواته، وبقول له طب انت لو كان جه ابوك مات دلوقتي وجه حد خبير والكلام ده والبصمات؟ قال لهم لا، ده انا كنت بشيل حته قماشه وحطيت الغطا بحته قماشه عشان ما اسيبش بصمات على حاجه. فاستعجبت بصراحه. تفكيره اكبر من سنه يعني، تفكيره اكبر من سنه. طيب كتير انا خفت بصراحه. هو استاذ ابراهيم فمشيته بعيد لما راح لبلده، قلت انا مش عايز اسمع عنه لا خير ولا شر. يعني والبنات معايا يعني انت دلوقتي البنات المعلاة اللي هم بياكلوا بيه اللي هو بياكل بيها قالوا لي هنرميها. طيب دلوقتي الولد ابن حضرتك ما فيش اي تواصل بينك وبينه يعني؟ ما بتصلش بيه وتطمن عليه؟ ما فيش ايه؟ ما فيش اتصال بينك وبينه؟ انا مش عايز اي اتصال بصراحه يعني، من قلب انا من ناحيتي. فبشوف ده حرام ولا حلال، ومش عايز اجيب له حاجه ولا عايز يعني زي ما تقول مش عايز. بس كان سبب عايز يموتني بالفعل يعني. يعني لو كنت شربت الكوبايه مره واحده خلاص كل سنه وانت طيب، لان والدتي خدت منها بق وتفته الحمد جابت لله. مصرين لبطنها وتعبت والناس تلموا عليها لان كانت مسافره. الحمد لله ابراهيم. الحمد لله انت بصحه ودلوقتي كويس وبخير. نرجوك يعني ان شاء الله باذن الله فضيله الشيخ سنعرض عليه هذا الامر ويقول يعني ما فعلته ده حلال او حرام ام كويس، او ايه النصيحه بعيد عن حلال وحرام، ايه النصيحه اللي ينصحها لك في الحكايه دي؟ والشيخ سمعك، الدكتور فضل الدكتور محمد عايش سمعك، وان شاء الله هيجيب عليك. اشكرك ابراهيم على الاتصال وكان الله في عونك. نبدا باتصال ابراهيم من مصر. يعني ابنه هو انفصل عن زوجته ولديه ولد وبنتان، ويقول وتزوج واحده اخرى، وهذا الولد بدا في عصيانه بل وضع له السم في الشاي، وهو بعد ذلك طرده بعيدا عنه، أرجعه إلى أمه، ولا يريد أن يتعامل معه ولا يريد أن يتصل به، ويعني يشعر بشعور بحزن شديد على ما فعله ابنه معه. فماذا تنصحه؟ يعني أنا الذي فهمته أن كان ابنه قد حاول قتله، قتل أبيه صح؟ نعم نعم. ابنه 13 عاما. نعم. والآن كم عمره؟ هو عمره الآن 13. عمره الآن 13 يعني؟ نعم. هذا حصل الآن ولا قبل سنوات مثلا؟ يعني لم نسأله تفصيليا عن هذه الحادثة يعني التوقيت. نعم. لكن نعم. عمره الآن 13 والآن يعيش مع أمه، ولكن يبدو أن الحادثة جديدة. نعم. لأن هو متأثر وبكى معنا وهو يحكي. نعم. عما حدث. سبحان الله سبحان الله. يعني طبعا هو نحن ما نتكلم الآن عن فتوى فقهية. نعم. قدر ما نتكلم عن موضوع
موضوع تربوي، يعني أين المسؤولية؟ كيف يتخرج طفل مثلا في أسرة مسلمة، في مجتمع مسلم، في دولة مسلمة، يتخرج بهذا السلوك بحيث لأدنى خلاف مع أبيه يحاول قتل أبيه بالسم؟ هذه في الحقيقة تكررت. يعني أنا أمس اتصل علي، أمس بالضبط اتصل علي شخص أيضا يسألني عن حالة طلاق، وسبب الطلاق أن ابنه يعني تشاجر معه إلى حد أن ضربه، أن ضرب أباه، وتدخلت الأم فأصبحت المشكلة أكبر فحصل الطلاق. يعني هذه في الحقيقة يا أخي أنا أسأل أين مسؤولية أول شيء التربية الأسرية داخل الأسرة، يعني مسؤولية الأب، مسؤولية الأم في التربية، ثم أين رقابة المجتمع وقيم المجتمع في تربية أبناء المجتمع، ثم أين دور المدارس، أين دور المناهج التربية والتعليم، أين دور الإعلام والمؤسسات التعليمية؟ صراحة نحن أمام مشكلة. يعني هل لأنه هذا النموذج، هذا مخرج بغض النظر الآن، ما أنا أتكلم عن هذا الشخص لأن أنا لا أستطيع أن أقيم حالته بالضبط، لكنه هذا الطفل هذا مخرج لمدرسة، مخرج لمدرسة، مخرج لأسرة، عفوا مخرج لمجتمع، مخرج لوسائل إعلام، مخرج لفن، مخرج لأنشطة اجتماعية، لأنشطة إعلامية، لأنشطة فنية، مخرج أيضا لوضع دولة، لوضع سياسة، لوضع اقتصادي ممكن. هذا كله يا إخوان أيها المسؤولون في أعلى المستويات وفي أقل المستويات، أنتم حينما لا تقومون بواجباتكم في مسؤولية القانون، في مسؤولية التشريع، في مسؤولية التربية والتعليم، في مسؤولية الإعلام، في مسؤولية هذه حينما لا، فتنتج عندنا هذه المخرجات النشاز. لا نستطيع نحن في الحقيقة أن نصف دواء الآن لكي نعالج ظاهر المرض أو عرض المرض. طبعا هو من حق الأب الآن أن يعني يحتاط لنفسه، لكنه نحن نسأل هل يمكن للأب من خلال يعني عوامل أو طرق غير مباشرة، حتى يعني من خلال مثلا أقرباء من جهة الأم، أقرباء هذا الولد من أخواله مثلا، من خالاته، من أصدقائه، من أقرانه، من معلميه، من أي جهة من الناس الذين يختلط بهم، هل يمكن أن يوصل له رسالة أنه أنا أبوك، أنا حريص عليك، أنا يعني أكثر ما يسيئني أن يكون ابني الذي يحمل اسمي هو بهذا المستوى من الأخلاق، وأن يمد له بحكمة وبتعقل، أن يمد له يد الإصلاح وليس يد الحنان فقط. لأنه بعض الناس حينما خاصة في بعض الخطاب الوعظي مع الأسف يتكلمون عن حنان الأب وحنان الأم، كأنه يعني الأب والأم مسؤوليتهم تجاه الأبناء أن يقدموا التدليل يعني الزيادة، أن يقدموا الرعاية الزيادة، أن يقدموا كل ما يحتاجه الطفل مثلا أو الولد أو البنت من متطلبات ومن شهوات ومن مغريات ومن كذا. هذا طبعا هو الذي يجنح بسلوك الابن أو البنت نحو هذا السلوك أو مثل هذا السلوك. الأب يقول لابنه أنا أريد أن أفتخر بك، أن أفتخر بك بمعنى أن تكون قويا، أن تكون واعيا، أن تكون مهذبا، أن تكون خلوقا. لكن اسمح لي دكتور محمد، لأن إبراهيم المتصل قال أن الولد قال له في وجهه أنا أكرهك، أنا أكرهك كرها شديدا، وهو يعني بكى إبراهيم من هذا الأمر، وهو الآن مقاطع ابنه، وابنه الآن مع والدته في بيت آخر، وهو لا يريد أن يكلمها أو يحدثها أو يصرف عليه. يعني أنا من وجهة نظري أن المسألة يعني تحتاج إلى ما يسمى بالحل المركب، يعني هو لا ينفق عليه فقط أو مثلا يتصل به فقط، لا، هو نريد أن عملية إصلاح متكاملة، يعني نعالج الخلل. أول شيء نفكر ما الذي دفع الطفل هذا إلى مثل هذا التصرف السيء. أما القطيعة فهذه القطيعة ليست طبعا حلا، يعني القطيعة وأنه لا يتصل به وأنه لا يسمع منه وأنه لا ينفق عليه طبعا هذا ليس حلا. واجبنا كآباء، كأمهات، كمصلحين في المجتمع، كدعاة، كمسؤولين، واجبنا أن نبحث عن الحل. الآن نفكر نفسية الطفل هذه ما هي، عقله يعني وعيه ما هو، أصدقاؤه من هم، أمه ما هو موقفها من هذا الذي حصل. فهناك عدة خيوط مركبة ينبغي أن يشتغل عليها الأب مع معارفه، مع أصدقائه، مع من يستشيرهم في هذا الأمر،
لكي يصل بالنهاية إلى إصلاح. مهمتنا الآن إصلاح هذا الولد، إصلاح هذا الولد ثم إصلاح العلاقة ما بينه وبين أبيه.